وانتم كلكم مهمين علي وإلي، بس لانه المفروض هسه من الاول اقول صديقتي واختي وحبيبتي دي جي عيوش الف مبروك. ما اقول طلعت عشان اني كنت متاكد من هذا الموضوع، بس ما اقول لك غير لاف يو. الو الو هلا عيوش عيوش، اول اتصال تطلع بيه دي جي عيوش من بعد ازمتها هو هسه وياي بالبرنامج. حبيبتي انت لاف يو لاف يو لاف يو قلبك كان لاف عمري. وشكرا عمروش، وشكرا للكادر. بصراحه كلش فرحت اول ما دخلت البيت شوفوني الفيديوهات ايش يعني اني يعني كلش لاف يو والله العظيم. يا حبيبتي يا حبيبتي يا عيوش، احنا كنا كلنا مآمنين وواثقين 100% عيشة، نعرف من هي عيشة، ما بحاجة الى دفاع ولا محامين ولا اي شيء، لان احنا نعرف انت منو يا عيوش. فدول قلبك الحمد لله والشكر. والله العظيم عمروش يعني انا ما شفت اي يعني اي مغثة هناك، بس مجرد انه من طوله وبالموضوع انغثيت اكثر. بس والله العظيم يعني كلهم واقفين وياي، واني اشكر الدنيا كلها وكلش فرحانه يعني من طلعت اني من شفت الناس هيك يعني فرحت اكثر واكثر. يا حبيبتي ربي يسعدكم يا رب، وبابلون وياك يعني طلعت فرحتي قامت تكبر اكثر واكثر. يا عمري اني بالمكان اللي بي يجون الرقيبات ويجون الشرطيات يقولوا لي عيوش الدنيا كلها محترقه عليك عيوش. أيوة عيوش والله. عيوش كنت يعني كلش فرحت الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر. انه اقول لك بس بدي اوقفي لانه اخذتيني مقابل واني ما اعرف احكي هيك، خليني اطلع اسمعيني من الاخر. بابلون كلها تحبك، وبابلون كلها وياك، وبابلون دا تنتظرك تكونين ويانا هنا بحلقه نعلق بيها الدنيا ونحرق بيها الدنيا. اكيد طبعا اكيد طبعا اني الي اكيد اكيد نحرقها ونولعها ان شاء الله يا رب. حبيبتي انت الحمد لله على سلامتك، وبوساتي إلك وللوالده ولكل الناس اللي تحبك. بابلون واني كلش والله العظيم كلش سعيده فيك. يا حبيبتي اشكرك، الله يوفقكم يا رب. اشكرك يا قلبي، انت تسمين على هذا الاتصال. شكرا 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 جزيلا، اشكرك اشكرك. لاف يو باي باي. لاف يو حبيبتي، باي باي.